أعزائي المشاهدين، مساء الخير، سلام المسيح معاكم في برنامج بيني وبينكم على قناة فضائية سيسات. أحب أرحب النهاردة معايا شيرين. أهلا بيك يا شيرين. أهلا بيك يا أشرف، مساء الخير. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بيني وبينكم. اسمحوا لي أني أكون ضيفتكم النهاردة في الحلقة. سؤال الحلقة النهاردة زي ما عودوكم أنه مين هو الشهيد الأول في المسيحية. بس قبل ما نبتدي حلقتنا أعزائي المشاهدين، حابة يعني أبلغ حضراتكم في خبر عاجل وحصري على الفضائية القبطية. النهاردة هيكون الأستاذ ناجي ويليام مداخلة معانا من مصر. أستاذ ناجي ويليام رئيس تحرير مجلة المشاهير في مصر، هيكون ليه مشاركة معانا في القناة ومعاه خبر حصري. انتظرونا، أول ما هجينا المكالمة هيكون معانا على شاشة الفضائية القبطية. نبتدي يا أشرف حلقة. أول سؤال، أول شهيد في المسيحية. أول شهيد ولا آخر شهيد؟ لا، وأول شهيد طبعا. أول شهيد في المسيحية. بس حبيت أتأكد عشان المشاهدين يعرفوا، لأن أنت عارفين زي ما كله شاف، جمعة الغضب أو جمعة المليونية، جمعة كشف حساب على زي ما هم قالوا الثوار 6 أبريل وبقية الأحزاب. أول حاجة، طب في معنا مداخلة بيني وبينكم. ألو، مساء الخير يا أستاذ ناجي. أستاذ ناجي ويليام معانا على التليفون. ألو، مساء الخير يا أستاذ ناجي. أستاذ ناجي، مساء الخير. أهلا بيك، أهلا بيك. مشاهدين الفضائية، مشاهدي الفضائية القبطية منتظرين الخبر الحصري والمفاجأة. أهلا مساء النور، أنا سامع، تفضلي. مشاهدينا يا أستاذ ناجي منتظرين الخبر الحصري اللي حضرتك وعدتنا بيه النهاردة. ألو أستاذ ناجي، لو تسمعنا من التليفون بلاش التلفزيون بعد إذنك. أستاذ ناجي، أنا قافل التلفزيون. اتفضل اتفضل حضرتك على الهواء. بكره لما بخوني سيعلن مؤتمر صحفي، الكاتدرائيه ابلغت الصحفيين منذ ساعات قليله على غير العاده، عاده كان بيتم ابلاغ الصحفيين باي مؤتمر صحفي قبل موعده بثلاثه ايام، لكن قبل حلول منتصف الليل المقر البلاغي اجرى اتصال بالصحفيين ودعا الصحفيين للاستعداد للسفر والتوجه للمقر البلاغي بدير الانبا بشوش غدا انتظارا لمؤتمر صحفي سيعلن عنه نيابه الانبا بخونيوس خاص بالترشيحات الكرسي البابوي. الحقيقه خبر كان الخبر اللي توزع علينا، وهو كان المؤتمر منعقد بكره برئاسه الانبا بخونيوس واعضاء اللجنه البابويه الخاصه بالترشيحات الكرسي البابوي بشكل منعقد بكره بشكل عاجل وهام جدا. غدا متوقع ان يعلن الانبا بخونيوس عن الاسماء التي استقرت عليها اللجنه النبويه والتي ستدخل الترشيحات حتى يجري عليها الناخبين الاقباط البالغ عددهم 2600 صوت الاقتراع. حسب التسريبات التي تسربت من بعض الشخصيات الموثوق فيها، هناك شخصيات اصبح من المؤكد انها مستبعده، وهذه يعني الاحتمالات بشكل كبير انه سيتم استبعاد الانبا يوهانس كرتير قداسه البابا الراحل، كذلك سيتم من المتوقع استبعاد الانبا بفنيديوس اسقف صنبوط، ومن المتوقع استبعاد نيافه الانبا بطرس الاسقف العام ورئيس قناه الغالي، ومن المتوقع استبعاد ابونا انستاسي الصموئيلي، من المتوقع استبعاد ابونا شنودة الانبا بشوي والذي يخدم احدى المدن الامريكيه. وحول الشخصيات المتوقع ان تكون ضمن التي وقع عليها الاختيار لتكون من ضمن الخمسه الاوائل، كان نصيب الاسد من ختام من نصيب نيابه الانبا رفائيل الاسقف العام. الانبا رفائيل تقريبا منذ 24 ساعه اعلن لم يكن يرغب في استكمال ترشيحه داخل الانتخابات، وارسل بالفعل خطاب موقع منه يطلب فيه اعفائه من الترشيح وخوض الانتخابات نتيجه ظروف صحيه. لان اللجنه المكلفه بمراجعه المرشحين برئاسه نيافه الانبا بقنبيوس وسته من الاباء الاساقفه وسته من اعضاء المجلس العام رات
انه من الافضل ان يستمر الامر رفائيل، ولا سيما ان الامر رفائيل حسب المعلومات التي حصلنا عليها مما صدرنا لا توجد طعون ضده على الاطلاق. لا توجد ايه؟ طعون. فرأت اللجنه البيضاويه، فرأت اللجنه البيضاويه اللجنه المكلفه انه صعب ان يستبعد شخصا ما لظروف صحيه، وخاصه انه لا توجد طعون ضد، على عكس ان الذين تم استبعادهم هناك طعون كثيره مقدمه ضدهم، بل وصلت في بعض الاحيان من 40 ل 60 طعن. الامر فريلا توجد عليه طعون على الاطلاق. الشخص الاخر الذي لم تقدم ضده طعون يافد اسف ابونا رفائيل اظامينا، وهو دان يافد اللي ظهر في الصوره الان، دان يافد الامر رفائيل الذي كان ينوي الانسحاب من الترشيحات، لكن اللجنه المكلفه بمراجعه المرشحين اصرت ورفضت طلب الامر رفائيل واصرت على استمراره، وبالتالي كان هو رقم واحد في الاسباب. الشخص الثاني هو المعلن على الشاشه الان صورته، هو أسر أبونا رفائيل أظامينا، وهو تلميذ البابا كيرلس الراحل، وهو خريج كلية الزراعة، ومن أكبر الرهبان سرا سنا في دير المارمينا بوادي بمنطقة ماريوت، كينج ماريوت معروف عنه بأداء قديس، ويذهب إليه لقبات كثيرا لنوال البركة والشفاء من الكثير من الأمراض. ده صحيح. وهو تقريبا يحقق نفس خطى البابا كيرلس السادس. ده صحيح. قليل الكلام ولكنه كثير البركة وكثير المعجزات، ولا سيما معجزات الشفاء من الأمراض. الشخصية الثالثة اللي هي من المتوقع أن تكون من ضمن الأسماء اللي وقع عليها الاختيار، نيابة الأنبا بودروس الأسقف العام، وهو الأسقف المساعد لنيابة الأنبا بخمس في البحيرة. والأنبا بودروس اشتهر عنه في الخمس سنوات الأخيرة أنه متخصص في تنظيم المؤتمرات الخاصة بالأسرة والبيت المسيحي والعمل الرعوي، وتخصص أيضا في إعداد جيل من الخدام والخدمات، متخصص في مكافحة ما يسمى بالارتداد، وهو أعد جيل متخصص من الخدام والخدمات، كافح ظاهرة الارتداد وحاربها بكل السبل، وحارب قصة خطف البنات، وضع حلول جذرية، وأصبح عنده كتيبة من الخدام والخدمات منتشر على مستوى مصر. أنبا تودروس هو مساعد لنيافة الأنبا بخوميوس، ويحظى بثقة عدد لا بأس به من أعضاء المجمع المقدس. من ضمن الأسماء أيضا أبونا خوميوس السورياني، وهو يخدم مع نيافة الأنبا برنابا في روما، ومتخصص في خدمة الأسرة، ومشهود له بالخدمة الروحية في منطقة إيطاليا. والأسامي اللي أنا بقولها دي هي أسامي لا تقدم ضد أحد منهم أي اعتراضات أو طعون، بالعكس اللي تم استبعاده استبعدت، يعني تقدمت فيهم طعون كثيرة جدا لا مجال للبحث بها الآن أو التعرض إليها، لأنها طعون في موضوعات شتى. الشخصية الخامسة هو أبونا الصروفيج السورياني، وهو راهب من دير السوريان تجاوز الخمسين، يخدم في إحدى المدن الأمريكية. هناك أنباء تتردد أيضا بشأن أبونا بشوي الأنبا بولا، ووراه المتوحد يقترب من الستين بدير الأنبا بولا، وهو يعتبر من الجيل الثاني بعد أبونا فانوس الراهب المتوحد بدير الأنبا بولا. هذا أبونا بشوي الأنبا بولا راهب متوحد هو واحد الأسماء المرشحة أن تكون من ضمن الأسباب، ولكن الأنباء بتشير أن الخمسة تم ذكرهم في الأول، نيافة الأنبا رفائيل، نيافة الأنبا تدرس، أبونا رفائيل أهرامينا، أبونا بخوم السورياني، أبونا الصروفيم السورياني، هما المرشحين بقوة ليكونوا من ضمن الخمسة. إعلان المؤتمر عن ان غدا ستعلن الاسماء كان بشكل مفاجئ، ولا سيما وان الكنيسه ارادت ان تضع حدا لبعض المعطرات من بعض العلمانيين وبعض الشخصيات التي حاولت ان توقف عمليه انتخاب البابا او تؤجلها، والبعض الاخر اضطر رفع اكثر من دعوه في مجلس الدوله، دعوه بالغاء الانتخابات البابويه، دعوه بالغاء بتاجيل الانتخابات البابويه. الدعوة الأسوأ كانت هي دعوة بعزل الأنبا بخمس من وضعه كقائم مقام. هذه الدعوات ولا سيما الأخيرة تعتبر
اعوان خطيره جدا، لانها كانت تدخلت فراغهم في الكنيسه وتؤكل انتخابات الكرسي البيضاوي عامين على الاقل. لان معنى الغاء زعيم الاب الخمس معناها ان سيتم تعيين قائد مقام جديد، ثم اعلان تحديد مجموعه من الاطراف والعلمانيين والنادي التشكيلي لاختيار مجموعه ثانيه من الناخبين، ثم يتم الاستقرار على مجموعه من الناخبين، ثم فتح باب الترشيح لمجموعه ثانيين من الاساقفه والرهبان. وهذه قصه طويله معقده ستستغرق عامين على الاقل، ولا اعتقد ان الكنيسه يمكن ان تتحمل هذا الفراغ بحيث ان تظل لمده عامين اخرين، ولا سيما ان الاجواء في مصر غير مستقره وتنبئ بتدخلات سافره بجهات بعينها تريد ان تسعى ان تهز من استقرار الكنيسه، وبالتالي التعجيل بسرعه اختيار البطرك القادم، البطرك رقم 118 وفق للجدول المعلن عنه، حيث ستبدا الانتخابات تتجه للداخلين لتنظيم الاقتراع مع حلول شهر نوفمبر لاختيار افضل ثلاثه من الخمسه، وبعد اختيار الثلاثه ستجرى القرعه الهيكليه في اخر شهر نوفمبر. ومن المتوقع ان يتم تجليس البطرك القادم البطرك 118 مع نهايه شهر نوفمبر القادم. نهاية نوفمبر. نوفمبر يعني ربنا يتمجد يا أستاذ ناجي، ويعني صوم وصلاة الشعب القبطي والمسيحي كله ثلاثة أيام دي يعني تجيب ثمر ونتيجة، لأن محتاجين لحد يرعى شعبه في الظروف الراهنة دي اللي موجود عليها مصر. أستاذ ناجي، الكنيسة ورحيل البابا الثالث لا تزال تعيش في حالة من الفراغ، ولا سيما ان البابا استطاع ان يملا الفراغ اللي كان حال يعني موجود بين الكنيسه والدوله، استطاع ان يملا هذا الفراغ، استطاع ان يملا الفراغ ايضا الاعلامي. فالبابا شنوده كان يتميز بانه خطاب اعلامي، كان يتميز انه صاحب كاريزما. نتوقع ان يكون البابا القادم يحمل كاريزما وان يحمل مؤهلات مواهب الروح القدس. نتوقع ان يكون البابا القادم له خطاب اعلامي ورسالة تحمل تخلق تواصل وتواجد في الكنيسة على المستوى المحلي في مصر والمستوى العربي والمستوى العالمي أيضا. أمين. أمين. إن شاء الله. أمين إن شاء الله يعني. أشكرك أستاذ ناجي. شكرا لك أستاذ ناجي على المداخلة وعلى الشرح الوافي. إن شاء الله يكون المشاهدين كلهم على ثقة إنه إن شاء الله إيد ربنا هتمد ويدينا الشخص المناسب اللي يرعى شعبه يعني. احنا بنشكرك كمان يا استاذ ناجي لانك خصيت قناه سي سات بالخبر بالاخبار الحصري دي، وان حضرتك سهران لحد دلوقتي وشاركتنا بالمعلومات دي. ربنا يباركك. اوكي شكرا لاستاذ ناجي ويليام رئيس جريده المشاهير، رئيس تحرير جريده المشاهير، بنشكره الف شكر. احنا اثناء المداخله معلش كان معانا تليفونات تليفونات بنعتذر على اللي كانوا منتظريننا على التليفون. لو نقدر ناخد استاذ جون. استاذ جون مساء الخير. اهلا سنور. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. اكيد سمعت الخبر العاجل. سمعت الخبر ممتاز وهيقلب الدنيا في مصر الصراحه يعني. الاسماء المرشحه يا استاذ جون يعني زي ما قال الاستاذ ناجي ان دي من الاسماء اللي ما توجه لهاش اي طعون يعني، فهي يعني فبتهيالي ده ممكن يكون اختيار الصح يعني. هو اختيار طبعا موفق ان شاء الله طبعا، والانبا الخامس عارفين هو عليه الروح القدس طبعا، هو مقتدى من الروح القدس، وهو اكيد طبعا اخذ القرار ده بعد طبعا بعد يعني وشعب صام ثلاث ايام يعني كتير بالظبط كده، واحنا صمنا وصلينا واكيد ربنا هيتدخل في الاخر. بالظبط بالظبط، هيختار الشخص المناسب للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط كده، ان شاء الله خير باذن يسوع. ان شاء الله الكنيسه على طول يعني في ازدهار وفي محبه وسلام ان شاء الله. امين امين. حضرتك عندك اجابه السؤال؟ انا بس حبيت اقول الاجابه بتاعت اول شهيد، السؤال بتاعكم اسم الشهيد. اول شهيد في المسيحيه هو طبعا كلنا عارفينه وكلنا بنحبه خالص، هو اسمه طبعا ما يختلفش كتير عن اسمي اللي هو القديس يوحنا المعمدان. نعم ايوه يوحنا المعمدان، القديس يوحنا المعمدان. ما انا اسمي جون، انا اسمي يوحنا برضه.
أول شهيد في المسيحية يوحنا المعمدان. شكرا لي. ده هو الإجابة بتاعتي يعني. إيش أستاذ جون بتكلم ده منين؟ نعم؟ بتكلم من أنهي ولاية؟ مش سامع بتقول إيه معلش؟ أنهي ولاية؟ من أنهي ولاية بتتكلمنا؟ أنا من تورونتو. من تورونتو. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أشكرك أستاذ جون على المداخلة. وتابعنا لنهاية الحلقة عشان تعرف الإجابة. إن شاء الله إن شاء الله. أشكر محبتك. التعب بتاعك يعني. ميرسي شكرا ليك ربنا يخليك مع الف سلام. معنا الاستاذ يوسف بيني وبينكم. معنا الاستاذ يوسف مساء الخير. طيب معنا الاستاذ نادي. استاذ نادي من مصر. الو اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا بيك يا استاذ نادي. تحياتنا ليك يا استاذ نادي. بالنسبه لاجابه السؤال ايوه هو القديس استفانوس رئيس الشمامسه واول الشهداء. متأكد يا أستاذ نادي؟ أيوة خدم إن شاء الله. بس الهدية أنت هتيجي تاخدها يا أستاذ نادي بقى. يعني أنت مضطر هتيجي أمريكا تاخد الهدية. بس كده ده أنا شاركت مع حضرتك شاركت مع حضرتك برضه إمبارح. أشكرك جدا جدا والنهارده لا 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 ده في حق. كده ربنا يقيم لنا رزقك يا رب. الرب يداخل في أموركم يا أستاذ نادي. بشكرك جدا جدا. وسلام للأسرة. بقول لحضرتك أمانة الدعيم البنت عندي 12 سنة وما بتتكلمش وبتسمع. يا لا ربنا يتمجد. اسمها ايه؟ يا رب بثرواته كده. اسمها ايه استاذ نادي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه بنتك؟ سوري كريستين نادي. كريستين 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 نادي. ماشي يا استاذ نادي ربنا يشفي حالك ربنا يشفيها ويتمجد في حياتكم ان شاء الله. ربنا يتمجد باسم. شكرا ليك يا استاذ نادي. معانا الاستاذ يوسف. الو مساء الخير. ازيك يا كريم؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا اهلا يا استاذ يوسف. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مساء النور. سلام المسيح معاك يا استاذ يوسف. معاكم. اتفضل يا فندم. ايوه بالنسبه للاجابه اللي هو اول رئيس شمامسه قديس استفانوس اول الشهداء. اول شهيد؟ اول شهيد في المسيحية. اسمه ايه؟ رئيس شمامسة استفانوس. استفانوس يعني مش يوحنا. شكرا. ايه رأيك انت؟ على كيفك انت حاول. طلعت مسيرة النهاردة ولا حاجة؟ انا حبيت اخدم يعني. طب ما طلعتش مسيرة النهاردة؟ لا انا ما طلعتش. انا اللي بجهز المسيرة. انت اللي بتجهزها. شكرا. عشان كده الاخوان هاب. مش عارف هما نزلوا ليه؟ هما فاكرين رايحين طالعين استاد. لا هما نزلوا علشان يقولوا للناس ان مرسي وراه رجاله. ايوه بيدافعوا عن الراجل بتاعهم. طبعا نزلوا بالحافلات. ربنا يسترها قوي قوي. اشكرك استاذ يوسف. شكرا ليك يا يوسف. تحياتنا للاسره كلها. الله يخليك. مع الف سلام. معانا الاخت ناديه. الو مساء الخير حبيبتي. مساء النور. اهلا اهلا بيكي يا ناديه. ازيك؟ ازيك يا روحي. اهلا وسهلا. منورين الشاشة. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. ازيك يا استاذ اشرف؟ نشكر ربنا. ازيك حضرتك؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ نشكر ربنا الحمد لله بصلواتك. وانت عاملين ايه؟ كويسين؟ نشكر ربنا الحمد لله. اخت نادي ربنا يخليك يا غالي ويباركك. ميرسي ويباركك حبيبتي. اتفضلي يا ناديه. الاجابه الشهيد استفانوس. الشهيد استفانوس. الله ده عليه خبال جامد. شكرا ليك يا حبيبتي. تصبحوا على خير. ربنا يبارك. ونملي منورين الشاشه. شكرا ليك يا حبيبتي. ده بس اللي محبتكم. وصلوا لماما بتسلم عليكم. يوصل صحياتنا لماما كتير. باي. مع السلامه. تصبحي على خير حبيبتي. مع السلامه. وانا متشكره قوي على الهديه حبيبتي. دي اقل حاجه حبيبتي. ربنا يخليكي. اذكرونا بس. اذكري القناه. اذكري القناه في صلواتك يا ناديه لو سمحت. شكرا. باي باي. مع السلامه. مع السلامه. وانت من اهله حبيبتي. مع السلامه. طبعا كل الاخبار قامت علشان المظاهره بالظبط كده. وكان جمعه في مصر. جمعه كشف. كشف حساب يعني. ما في كذا جمعه. في جمعه في البحرين. في جمعه في السعوديه. في جمعه في سوريا. فالجمعة كان جمعة على الدول العربية. كانت يعني جمعة هيشيلوه من الأسبوع. الجمعة ده هيلغوا جمعة هيحطوا الخميس. معانا مريم. مساء الخير يا مريم. مساء الخير. ازيك يا شريف؟ أهلا 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 بيكي. يا مريم ازاي؟ منورين الشاشة. ازيك يا أشرف؟ أخبارك؟ ميرسي ميرسي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. الأول بقول لعايز ربنا يعوضها على تغطيتها النهارده في اليوم. كانت هايله بجد. ربنا يعوضها كل خير.
الله يخليكي ميرسي. يعني بصراحة وانت منورة الشاشة يا شيرين وحشينا بجد يعني. ربنا يخليك وميرسي كتر خيرك حبيبتي ميرسي قوي. الأشرف ده منور على طول اوريدي. الله يخليك. الكهرباء غليت. أثرت على مصر. أنت قطعت النور هنا. مرسي هيزعل مني منور على طول ده هيقفل محلات من الساعة 10. بنستمد نوره من مامته طنط عفاف طبعا بركتها طبعا طبعا ست الكل دي ربنا يخليها يا رب. بجد انا هي شهيد استفانوس اعمل الرسل الساعه 7. طب قولي اتفضلي يا مريم. الاجابه اول شهيد في المسيحيه الشهيد استفانوس اول الشرانشه. ماشي يا اخت مريم. ده حضرتك قلت الاجابه ولا بشو ولا حد تاني؟ لا النهارده انا قلتها. هي اوريدي على فكره الاجابه سهله جدا دي معروفه لاطفال مدارس احد. اول شهيد في المسيحيه معروفه استفانوس. معلش بقى يا مريم يعني هنعمل ايه؟ احنا بنحاول يعني. بس اول شهيد في المسيحيه شور انا متاكده. طيب خلاص خلاص يعني انتظري في نهايه الحلقه وهنعرف. متاكده ولا نص نص؟ والسلام للاستاذ عماد. متاكده يعني. ميرسي يا حبيبي. قناه هايله وبتعلمونا ازاي يعني. ربنا يخليكي ميرسي. يعني. شكرا ليك يا مريم. شكرا شكرا. الف سلامه حبيبتي. مع السلامه. معانا الاستاذ وائل. الو الو مساء الخير. بيني وبينكم معانا الاستاذ وائل. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك استاذ وائل مع حضرتك. حضرتك على الهوا. معاك اشرف وشرين. الاجابه هو القديس استفانوس. ايوه. احد السبع خمسه اللي اختارهم التلاميذ بارشاد الروح القدس لخدمه الكنيسه في بدايه الكرازه بالانجيل بعد صعود السيد المسيح. استاذ وائل حضرتك منين؟ انا من نيوجيرسي. نيوجيرسي. اهلا بيك وباهل نيوجيرسي. اول مره تكلمنا يا استاذ وائل. صح؟ اول مره. انا عارف. تشرفنا بيك ويا رب ما تكونش اخر مره نسمع صوتك دايما ان شاء الله. شكرا بيكم. ميرسي ليك يا فندم. مع الف سلامه. مع السلامه. معانا الاخ جوزيف. مساء الخير جوزيف. اهلا. اهلا بيك. الله يبارككم ويباركك. يباركك يا رب. خلينا اياكم على الاخبار الحلوه اللي على طول بتقدموا لنا اياها. خليك بدل على الجهد البريء. مثل جهد الرسل الاوليين اللي كانوا كلهم بنفس واحده محبين وعلى طول الله بده يزيد محبتنا ولخدمه الانسانيه. وانا بدي اقول في مثل باعمال الرسل الاصحاح السابع فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانه وهجموا عليه بنفس واحده واخرجوه خارج المدينه ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له يشاؤول فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع أخبر روحي ثم جس على ركبته وصرخ بصوت عظيم يا رب يا رب لا تقم لهم هذه الخطية وإذا قال هذا ورقد وكان شاؤول راضيا بقتله. هذا الجواب يعني عن بركك. ربنا يباركك يا جوزيف يا رب. الله يبارككم. شكرا ليك يا جوزيف. شكرا استاذ جوزيف. الف سلام. معانا مكالمه من مصر. الو مساء الخير. الو مساء النور. اهلا بيك. مين معايا؟ معاك مارك من مصر. مين يا فندم؟ مارك. مارك اهلا بيك يا مارك. اهلا بيك. سلام المسيح معاك يا مارك. ازيك وزي مصر؟ يعني بجد يعني احنا بنشكركم جدا ان انتوا صاحيين وسهرانين لحد دلوقتي ومستنيينا. يعني صلوا لنا كتير. الصلوات القدسين الرب معاكم. مارك بتكلمنا منين؟ انا بكلمكم من البحيره. يا من بحيره. من البحيره. اجدع ناس. كل المصريين اجدع ناس. كلكم جدعان. اشترك في المسابقه؟ اتفضل. اول شهيد اللي هو ودامون الارمنتي. لا معلش تاني. الشهيد ودامون الارمنتي. ارمنتي ده فين؟ يعني فين قريتها دي يا مارك؟ دي انا قريتها على النت. على النت؟ يعني انت عملت سيرش على النت؟ طب ايه رايك لو نقرا الكتاب المقدس؟ ايه رايك لو ندور في الكتاب المقدس؟
ايوه ما هنا بيقولوا ايه، وهو استشهد قبل استفانوس بشهودا عديده. انا مش سامعاك. اعد الجمله تاني. بيقول لك هنا لانه سبق استشهاد قبل رئيس الشمامسه استفانوس بسنوات قليله. وكان مؤمن؟ كان ما هو من ضمن المشاهدين. اه شهيد. معلش استاذنك بس قولي الاسم تاني. اسمه الشهيد ادامون ودامون الارمنتي. الصوت مش واضح. هو الصوت مش واضح تمام. تاني بس يعني ظبط الموبايل او التليفون بايدك كده لان الصوت مكتوم شويه. تمام. الشهيد ودامون الارمنتي. بص يعني الكلام ده كلامك صحيح بس ده مش موجود في الكتاب المقدس ده. يا استاذ مارك بقول الموقع اللي هو عليه. لا بس ده مش مكتوب في الكتاب المقدس، احنا بنتكلم على الكتاب المقدس. خلاص دي اجابته. هو شهيد استفانوس اول الشهداء اكيد. طيب ماشي بس الكلام اللي حضرتك قلته ده صحيح بس ده كان قبل صلب السيد المسيح. انت قول ما نكون هنقول الاجابه ونخلص. تمام. لا بس معلش عشان المعلومه اللي انا كلمتكم وصلوا لنا كتير. ميرسي يا مارك ربنا يخليك. ميرسي يا مارك على المداخله، المهم المشاركه معانا يعني. ان شاء الله. اشكرك يا مارك. شكرا ليك. سلام المسيح معاك. سلام. مع السلامه. معانا الاخت ايريني. الو مساء الخير. الو نيفين مع حضرتك؟ نيفين ولا ايريني؟ نيفين. نيفين اهلا بيك يا نيفين. اهلا بيك. منين حضرتك يا نيفين؟ من تينيسي. اهلا تينيسي. بيكي وباهل تينيسي. واول مره ينفين مش كده؟ لا انا كنت برن قبل كده بس قعدت فتره ما. ده بقى شهرين ثلاثه كده. ده قبل الثوره ولا بعد الثوره ولا انهي ثوره؟ عرابي مثلا؟ قعدت فتره ما كنتش عارفه مواعيد البرنامج ايام ايه؟ لانه كان اتغير. الاثنين والاربع والجمعه الساعه 7 بتوقيت كاليفورنيا. كاليفورنيا. ما انا عرفتها. طب كويس. المهم ويلكم باك يا نيفين. اهلا بيكي يا حبيبتي. اتفضلي ماما. ممكن اجاوب السؤال؟ اتفضلي. اول شهيد في الكنيسه. هو الشهيد استفانوس اول الشهداء ورئيس الشمامسه. وفي حاجه كنت عايزه اقولها، هو مارك اللي قبليه كان بيقول على الشهيد ودامون الارمنتي ده استشهد ايام ما كان المسيح طفل. ما احنا قلنا له قبل المسيح قبل صلب سيد المسيح. قبل الرسل وكده. يا معلش بس هو اجابته صح برضه، اجابته مش غلط بس هو اجابته صح فعلا. صلب المسيح يعني. صحيح. شكرا ليكي وعلى اضافتك يا نيفين. ميرسي يا حبيبتي. ويلكم باك تاني. ميرسي. باي باي. اوكي مع السلامة. معانا مكالمة تانية من مصر، حبايبنا مصر بجد. اهلا بيكم. سهرانين بقى. يا. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا بيك، مين معايا؟ كاتي جاد بنتي من مصر. الاسم تاني لو سمحت. تقي جاد بنتي. طب معلش ممكن توطي التلفزيون شويه؟ اسمعني من التليفون بعد اذنك. شكرا ليك. اوكي. الاسم بقى؟ الاسم تقي جاد بنتي. تقي جاد بنتي. في قافيه. تقي جاد بنتي. سعيد استفانوس. الشهيد استفانوس. انا سمعت الشهيد استفانوس بس اسم حضرتك؟ اسم صبري جاد. مش عارفه لو الكنترول روم سامعينه. صبري الاستاذ صبري جاد. ايوه اهلا بيك استاذ صبري جاد. استاذ صبري بيكلمنا منين في مصر؟ من الاقصر. من الاقصر. اهلا بيك وباهل الاقصر. احنا وصلنا الاقصر. ايه ده من بحيره الاقصر. شكرا ليك. كنيسته في كنيسه استفانوس في مدينه قوس. وهي تعرفون باسمها بناء على 144 كنيسه في وسط البلد في قوس. واول كنيسه دي كانت كنيسه الشهيد استفانوس. الشهيد استفانوس. اول كنيسه في قوس كانت كنيسه الشهيد استفانوس. وهو اول شهيد. شكرا ليك. شكرا ليك يا استاذ صبري. اشكرك استاذ صبري على المداخله. تقي جاد تقي جاد تقي في قافيه. تقي جاد. شكرا. شكرا ليك. الف شكر. الف شكر. معانا الاستاذ مرجان.
الو مساء الخير يا استاذ مرجان. استاذ مرجان مساء الخير. النور مساء السلام المسيح معاك يا اختي شيرين والاستاذ شريف. اشرف 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 وشيرين. اشرف وشيرين جوزها اسمه شريف. انا عايز اقول انا ما بخش في الاجابات، انا هقول حاجه يا ريتكم تقولوا لي ان انا صح ولا غلط. يعني اتفضل اتفضل يا استاذ مرجان. السؤال بالمفرد ولا بالجمع؟ الايه؟ نعم السؤال بالمفرد ولا بالجمع؟ لا السؤال لا مفرد. مفرد اه، او عايز يعرف لان في اول شهداء المسيحيه في عهد السيد المسيح هم اطفال بيت لحم، دي حاجه. الحاجه الثانيه اول شهيد في المسيحيه ذكر في الكتاب المقدس مش من تلاميذ المسيح، وهو يوحنا المعمدان في عهد المسيح. ناس كتير بتقول لك ده من العهد القديم، لكن يوحنا المعمدان ذكر اسمه، صحيح هم اتنبأوا بيه في العهد القديم. يوحنا المعمدان اول اسم ذكر في العهد الجديد وقطعت رأسه. ثالثا نقدر نقول السؤال التجريبي العادي اللي هو الشهيد استفانوس. هو كان المقصود بيها يا استاذ مرجان اللي هم الناس اللي استشهدوا على اسم السيد المسيح. السيد المسيح اوكي، يبقى هو ما فيش غيره طبعا. هو فيش غيره. هو ما فيش غيره. هو بعينه. هو احنا نقول الاجابه ونخلص بقى. يا ماما انا بالنسبه لي اول شهداء المسيحيه هم اطفال بيت لحم يعني. طبعا. طب استاذ مرجان عندك حاجه عايز تقولها يعني زي ما حضرتك معودنا على كل حلقه؟ انا عندي بس مش في البرنامج ده، في حاجه مش معقوله هخش سياسه في دين في بتاع. انا عندي حاجه جديده هقولها لك انت برضو الاسبوع الجاي. طيب خلاص الاسبوع الجاي منتظرين. على الانتخابات، وعايزين يا جماعه نخلي المسيحيين اللي في امريكا وكندا يعني يبداوا لما ينتخبوا الشهر الجاي ينتخبوا رامني. طبعا طبعا. انا مطلع له بس مش هقول لك حاجه الا جمله واحده، هي اغنيه ام كلثوم تفتكرها انت عمري الحب سكاره. انا مطلع له الشعر ده الاسبوع الجاي او الاسبوع لما هلاقي مجال. هل راى الحب اوباما اوباما؟ طب خليها الاسبوع الجاي. خلاص خليها الاسبوع الجاي يا استاذ مرجان. ماشي ماشي يلا باي. شكرا لك. مع الف سلامه. مع السلامه. ناخد مكالمه من مصر تاني. مساء الخير. هلو. اهلا بيك يا فندم. مين معانا؟ معاكي هاني حضرتك. هاني؟ اهلا يا هاني، تحت امرك، اتفضل. هو حضرتك ده البرنامج احنا يعني انتم منورين الشاشه حضرتك. ربنا يخليك. شكرا ليك، ده من ذوقك يا استاذ هاني. استاذ هاني ربنا يخليك. سلام ربنا يكون معاكم بنزمه ومعاكم ومع حضرتك. كلنا بنصلي لكم بجد في مصر. ربنا يخليك حضرتك، انتم منورين صدقني، وربنا يملى السلام مصر باذن الله. امين يا رب. امين امين. استاذ هاني حضرتك تكلمنا منين؟ انا منطقه في مصر. من السويس يا باشا. من السويس. السويس وصلت السويس. اهل السويس، سلام لاهل السويس كلهم. ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبي. هو اول شهيد في المسيحيه، اول شهيد هو الشهيد استفانوس. شهيد استفانوس اول شيء. طيب. هو الشناس الصفوص هو كان اول شهيد للمسيحيين. شكرا ليك يا استاذ هاني. شكرا ولو ليك. كسبت معانا يعني انت حضرتك هتيجي بقى امريكا عشان تاخد الجائزه بتاعتك ان شاء الله. او يا ربنا يدينا يا رب. او انزل انا بنفسي اجي لك على السويس باذن الله، وانا عارف السويس حته حته. شكرا ليك يا استاذ هاني. تنور تنور يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا ليك. يا سوا معاك. تصبحوا على خير. جميله جدا ان احنا نتفرج عليها على طول. ربنا يخليكم. ربنا يخليكم. دي من محبتكم يا استاذ هاني، ويا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. تعيشي تعيشي. تصبحوا على خير. مع السلامه. معانا الاستاذ نادر. الو مساء الخير. استاذ نادر. مساء الخير استاذ شيرين. مساء الخير استاذ اشرف. اهلا بيك يا نادر. اهلا بيك شاعر القناه نادر. شكرا. اهلا بيك يا نادر، اتفضل. انا هاخد اتكلم مع حضرتك ثلاث نقط على السريع كده. اول حاجه هشكر بتاعت مذبحة مسبيرو. النقطة الثانية هقول لكم قصة صغيرة حصلت في التضحية اللي ضحوا بها الشهداء بتاع مسبيرو. ثالث نقطة لو كان من الاسم استفانوس الشهيد استفانوس هو الصح هقول لكم المعنى بتاعه. أول نقطة طبعا احنا بنشكر اخواتنا في مصر الأطفال اللي هم عملوا المهرجان الحلو
اللي هو للناس وللعالم كله يعني مدى يعني قوة المسيحية والدم اللي اتبذل في مذبحة مسبيغو. طبعا وبنشكر كل الأخوة المسلمين اللي هم شاركوا في تأبين الشهداء مسبيغو طبعا، سواء إذا كان في أسيوط ولا اسكندرية ولا القاهرة. وهقول لكم قصة صغيرة. كان في واحد من الشهداء، كان فيها طبعا الشهداء كان فيه ستات وكان فيها أطفال، واحدة ست ماسكة طفلة بنتها في إيدها، والأول ما حصل الضرب مشيت عايزة تروح، لما في عربية مدرعة يعني جاية بسرعة فهي عايزة تاخدها تروح الناحية الثانية، والعربية كانت قدامها المدرعة كانت يعني خبطت حدوث الطفلة الصغيرة، راح واحد من الشهداء اللي كانوا موجودين راح دافع الطفلة الصغيرة بعيد عن المدرعة، وهو نزل تحت المدرعة لدرجة إن إيده هي بس اللي فضلت بره المدرعة يعني 10 سنتي، لدرجة إن الدم بتاعه فطرت على هدوم الطفلة الصغيرة دي. وده بيورينا مدى التضحية بتاعت الشهداء على أساس ينقذ طفلة صغيرة ما يعرفهاش هي دي المسيحية وهي دي تعليم المسيحية. دي قصة حلوة خالص يعني، حبيت يعني أقولها للسادة المشاهدين. والنقطة الثالثة حضرتك إن لو كان شهيد استفانوس هو الصح، ده اسم يوناني معناه تاج أو إكليل من الظهور، واستفانوس هو يعني ما كانش يوناني بس هو كان يهودي وكان بيتكلم اللغة اليونانية، عشان كده هو اسم يوناني معناه تاج أو إكليل من الظهور. وبشكر حضرتك أشكرك أستاذ نادر. شكرا أستاذ نادر، ألف شكر. معنا الأخت سامية، هلو مساء الخير. ايوه مساء النور، ازيكم؟ نشكر ربنا. اهلا بيك يا ساميه، بتكلمينا منين يا ساميه؟ بكلمكم من مصر. يا اهلا بيكي. من مصر، ازيكم؟ انا اتكلمت قبل كده مره، المره اللي فاتت. ايوه وحضرتك كسبت باين. ودلوقتي انا حابه اسلم عليكم واقول لكم انكم منورين الشاشه جدا جدا جدا. شكرا. ربنا يخليكي. احنا كل مره بنستنى البرنامج علشان نسمع قدامك دي صح العيال وشو بتاع، حرام يعني مصحياهم دلوقتي، دي تقريبا الساعه 4 جدا. وقلت اقول لكم على استفانوس، الشهيد استفانوس، وكان نفسي اقول لكم مزمور حلو. اتفضلي. اجل اللي احنا الخوف اللي في مصر والحاجات دي حته من المزمور. اتفضلي. ولا لا اتفضلي. اتفضلي ماما. طيب أنا كنت أقول: الساكن في سكر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجأي حصني، إلهي فأتكل عليك لأنه ينجيك من فخ الصياد، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك تحت أجنحة تحتمي، فرس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد للظهيرة، يسكت عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازيات الأشرار. فإحنا شايفين قد إيه الأشرار متعذبين، وشفنا اللي عملوا فينا إيه، اتحبسوا، واللي ضربوا اسكندرية عملوا إيه. فالرب يسوع مش هيسيب حتى بتوع مسبير هيجيب حقهم، والرب يسوع مش هيسيبنا أبدا. له المجد. امين امين. ربنا موجود. ويبارك برنامجكم ويبارك فيك. وانا كنت معاكم وانا اللي فزت المره اللي فاتت. ربنا يخليك. بس لسه ما وصلنيش بايديا. هنبعتها ان شاء الله. المهم هي هديتنا اللي احنا شفناكم. ربنا يخليك يا ساميه. ميرسي يا حبيبتي. البرنامج بتاعكم ده اجمل هديه بالنسبه لنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي على محبتك. كلامك حلو وجميل. الرب يبارك واسيبكم عشان تستقبلوا مكالمات. شكرا. ربنا يخليك ويباركك الرب. تصبحي على خير يا حبيبتي. معاك. مع السلامه. معانا ست الكل، ام عمار، مساء الخير. مساء الخير حبيبي، اشكرك. هلا مرحبا، شلونك ام عمار؟ وحشتينا. اسلام الله. اسلام الله. الحمد لله. شينا حياتي دي. رابس باي. رابس باي تون ان شاء الله رابس باي تون ان شاء الله. انا مقيله وخلاص. شفتي ام عمار، اهالينا في مصر وفي الشرق الاوسط كلهم بيتكلمونا يا احنا سعداء جدا بيهم بصراحه. عبال العراق ان شاء الله كل الشرق الاوسط ان شاء الله يصفى ويصير للمسيح ان شاء الله. امين. اذكرين في صلواتكم عمار. عشان ما اذكركم حياتي. يباركك الرب. رب يبارك عليكم وعلى برنامجكم وعلى شلت قدمون وحياه حلو قوه. الله يخليك. الله يخليكم عمار. ربنا يباركك يا رب يا ست الكل. العافيه.
ربي يبارك. ايش رايك في سؤال اليوم؟ سهل هو. سهل؟ طيب اوكي. حلو. انا كم مره اتصلت ينقطع الخط ينقطع ينقطع، قلت ما لي قسمها اليوم. معلش حقك علينا. اوكي. حقك علينا. ربي يبارك عليكم. يباركك ويباركك حبيبتي، ربنا يباركك يا رب. والاجابه الاجابه عليكم. ايه يا معمار الاجابه؟ هي اعمال الرسل اصحاح السابع من عدد 54، فلما سمعوا هذا حنفوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه. و55، واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. رقم 56، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. 57، فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليهم بنفس واحدة. 58، وأخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. 59، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. رقم 60، ثم جثى على ركبتيه وصاح وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية وإذ قال هذا رقد. يباركك رب عمار. شكرا لك يا ست معمار. يعني إجابتك استفانوس. شكرا. استفانوس هو أول شيء. أشكرك معمار. شكرا لك يا حبيبتي. ربي يباركك يا رب. معنا مكالمة من مصر. بيني وبينكم معك أشرف وشيرين. شيرين ألو مساء الخير. أهلا مساء النور، كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. ناهد معاك. ناهد. أهلا بيك يا ناهد. أهلا يا ناهد، أهلا بيكي. أنا ما حضرتك. هي الإجابة استفانوس الشيء القديس استفانوس اللي هو أول الشمامسة. ناهد بتكلمينا منين؟ ناهد. بتكلمينا منين أخت ناهد؟ العدوى محافظة المانيا. من مانيا؟ الصعيد. الصعيد. أهلا بيكي وبأهل الصعيد كلهم. حضرتك ربنا يبارك يا اخت ناهد، وتابعينا لنهايه الحلقه وهنقول لك الاجابه مين. والقديس استفانوس اللي هو اول الشهاده، وهو اتمثل بالرب يسوع لما قال لهم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. امين. اشكرك يا اخت ناهد. شكرا يا حبيبتي، ربنا يباركك والسلام للجميع. معانا دميانة. الو مساء الخير دميانة. معلش طيب. لو تحاولي معلش تتصلي بينا مره تانية، بشكركم طيب. جدا وبعتذر للمكالمات اللي وقعت. يعني كلمونا مره تانية. دميانة كلميني يا دميانة عشان اهي طيب. رجعت تاني. دميانة الو مساء الخير. الو. اهلا يا دميانة. هلو. هلو دميانة ازيك؟ هلو. هاي. هلو بتكلمينا منين يا دميانة؟ I wanna say the answer of your question. Okay, go ahead. Do you know who is the person? The first martyr was Saint Stephen after Jesus crucified on the cross. So do you know his name? Saint Stephen. Saint Stephen. Saint Stephen. Okay, from where are you calling? Yeah. From where are you calling? Which state? Dimiana, from which state are you calling? Huh? From which state? Are you from California? Toronto. 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 All right, Dimiana. Thank you for calling, honey. And pray for us. Thank you. Thank God bless you. معنا مداخلة تانية. ألو مساء الخير. Thank you. Thank God bless you. God bless you too. مين معنا؟ ده أنا. ده صوت أنا. بجد؟ الو مساء الخير. بيني وبينكم معاكم اشرف وشيرين. انت خليتني ارد على اشرف عندك كده. الو استاذنك واطي تي في شويه. الو ايوه مين؟ اهلا انا ايلين. ايلين هاي ايلين. هاي مرحبا ايلين. كيفك يا اختي؟ اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. كلمتيني انت وخليتي التليفون قلتي لي استاوز مضعف وبعدين رحت وتركتيني. انا فكرت كنت بدك تحكي اشي. اوكي. الو طب اموري احنا انت على الهوا. انت على الهوا يا ايلين اتفضلي. ايلين بتحكي على الهوا، احنا انت في البرنامج بيني وبينكم. انا عارف اينو. اول شهيد استفانوس. استفانوس
جواب نهائي؟ أيوة جواب نهائي. أوكي يباركك الرب. وأنت كمان الرب. شكرا شكرا ليك يا حبيبتي. معانا الأستاذ جمال من مصر. ألو مساء الخير أستاذ جمال. ألو ألو مساء الخير أستاذ جمال. بيني وبينكم معانا أستاذ جمال. مساء الخير. مساء النور. سلام المسيح معاك جمال عبدي من ملوي. أهلا وسهلا أستاذ جمال. أهلا بيك. اتفضل يا أستاذ جمال. شهيد قديس استفانوس. شهيد قديس استفانوس. ماشي أستاذ جمال شكرا ليك. ألف شكرا. أشكرك للاتصال. الله يخليك. مع السلامة. يسوع معاك. يسوع معاكم. طيب مكالمات جميلة. يعني بجد احنا سعداء جدا جدا بمكالمات مصر. أنا مبسوط وأمريكا إنه جميع محافظات مصر بجد يعني كل محافظة مصر السويس والبحيرة ومنيا يعني والقاهرة والسويس يعني حاجة السويس وملاوي والأقصر والأسوان لوكسور لوكسور يا دريم يعني عايزين بقى سينا بقى والغردقة. طيب البحيرة عشان ما ننساش حد بس. يعني طبعا احنا قلنا اخبار كتير قوي 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 احنا ما اتكلمناش والحلقة قربت تخلص. يعني يا دوب اطبق بس الاسماء يعني اللي هي جاوبت يعني. انا حاسس ان السؤال صعب عشان كده الناس جاوبت يعني بسرعة. هو الهدف مش بس السؤال يا جماعة، هو الهدف ان احنا نسمع صوتكم ويكون ليكم تواصل معنا اثناء الحلقة. بنبقى سعداء جدا بمداخلاتكم، يعني شفتوا قد ايه اثرتوا الحلقة بتليفوناتكم باصواتكم. اتعرفنا على ناس كتير وتليفونات مصر فرحتنا كلنا بجد، يعني حتى المتصلين من امريكا وكندا فرحانين جدا جدا بمداخلاتكم معانا. ده فرحتك هتزيد دلوقتي. الاستاذ عماد من مصر. الو. اهلا بيك استاذ عماد. استاذ عماد اهلا. ايوه انا معاك حضرتك. السلام المسيح معاك. ممكن السلام الرب معاك. اتفضل يا فندم. ممكن اجاوب؟ اتفضل استاذ عماد. قديس استفانوس. القديس استفانوس. بيكلمنا منين يا استاذ عماد؟ ايوه استاذ عماد. منين؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ. كفر الشيخ. اهلا بيك. اهلا بيك وباهل كفر الشيخ كلهم. ربنا يخليك. ميرسي ميرسي. ربنا يخليك وتابعنا نهايه الحلقه ان شاء الله، وتابعنا كل اثنين والاربع والجمعه باذن الله الساعه 7 توقيت كاليفورنيا. يعني عندكم الساعه حوالي 4 ولا 5 الصبح فجرا. الساعه 3 يعني قبل دلوقتي عندكم 5 5 4 يعني قبل الوقت ده بساعه يا استاذ عماد. تابعونا. شكرا استاذ عماد. شكرا ليك. ربنا معاك. معانا الاخت نجوى. سلام المسيح معاكي. انا مساء الخير استاذ اشرف. اهلا 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 يا نجوى. ازيك؟ ازيك يا شيرين؟ عامله ايه؟ وحشاني. وانت اكتر حبيبتي. ربنا يخليكي. الشاشه كده دايما على طول يا رب. ربنا يخليكي. ميرسي. ربنا معاكي. ربنا يبارككم ويعود تعب محبتكم كده دايما على طول. شكرا. ربنا يبارك. ربنا يبارك. سلام لكل العاملين بالقناه وكل المتصلين وكل شعب الرب في كل مكان. اشكر محبتك. الله يخليك يا رب. وبالنسبه لاجابه السؤال الشهيد استفانوس. السؤال صعب قوي يا نجوى النهارده بصراحه. لا ده عسل خالص يا شيرين. انت اللي عسل. كده عسل. ربنا يخليك. سؤال عسل عشان انت عسل. ربنا يخليك يا حبيبتي على محبتك دي. تحياتي ليكي وللاسره كلها. جل كيك يا حبيبتي. ده تحيات بسيطه عشان انتوا كده دايما عاطينا الروح الحلوه. ميرسي ميرسي. بنشوفكم بنتبسط ونبقى سعداء. بنشكركم حبيبتي على محبتكم لينا دي. شكرا ليكي يا حبيبتي. اشكرك. الف شكر يا نجوى. تصبحي على خير. مع السلامه. وانت من اهله. مع السلامه. ميرسي يا حبيبتي. اهي الغردقه جات لك. يعني انا لسه بقول لك ده نداء للغردقه. طيب معانا مكالمه من غردقه. نداء عاجل. الو. استاذ كرولوس. كرولوس مساء الخير. اهلا بيك يا كرولوس. سلام المسيح معاك. سلام المسيح مع حضراتكم. استاذ كرولوس حضرتك سمعتني لما قلت انا غردقه؟ عبد الرحمن عشان ابقى امين. ايوه اول ما قلت غردقه وكنت بعد غردقه. انتوا يعني بجد بجد شعب مصري ده شعب جميل وسهران وقاعد وبيتفرج بجد حلو حلو خالص. ازاي غردقه واهل غردقه؟ تمام الحمد لله. انتوا حضراتكم يعني منورينا دايما وصدقيني يعني القناه بتاعتكم على طول موجوده على التلفزيون عندي وبينا مبسوطين بيها قوي. وحتى انا بلغت انا عايش في الغردقه او شغال في الغردقه
بس اهلي عايشين في الاقصر، فبلغتهم وخليتهم عنديهم وكده يعني. اي حد بيقابلني بقول له في قناه جديده نزلت في سعيه. شكرا ليك، شكرا شكرا ليك، وسلام ليك ولحضرتك وللغردقه والاهل الاقصر كلهم. ربنا معاكم، وربنا ينشر كلمه المسيح وكلمه على لسانكم. امين يعني بامانه بامانه يعني انتوا فرحتونا، ادخلتوا البهجه يعني على وشوشنا وكده. ربنا يخليك يعني. ربنا يخليك يا بابا، ربنا يباركك ويحافظ عليك يا رب. الاجابه بقى يا كرولوس ايه؟ اجابه السؤال هو للامانه انا اللي ماشي بامين برضو. انا كنت نايم وصحيت فجاه، انا كنت سايب التلفزيون شغال وكنت سايب القناه، فالامانه صحيت البرنامج شغال، فانا ما اعرفش السؤال ايه تحديدا. اول شهيد في المسيحيه اكيد الشهيد ده استفانوس، ان هو ده مذكور في اعمال الرسل يعني. يبقى الإجابة هننتظر بعد خمس دقايق وهنعرف مين يعني الإجابة. يعني ثواني يعني. شكرا ليك يا كرولوس. وأنا أشكرك أستاذ كرولوس. أنا مبسوط أنا كلمتكم النهارده. وإحنا كمان مبسوطين إن إحنا سمعنا صوتك. ربنا يبارك. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. معانا الأستاذ يوسف متى. ألو أستاذ يوسف. سلام من المسيح معاك أستاذ يوسف. مساء الخير. مساء النور يا يوسف. بتكلمنا منين يا يوسف؟ اكيد بتكلمنا من سينا بقى. اهلا بيكوا باهل كاليفورنيا يا يوسف. اكلمكم من الغردقه كاليفورنيا. ازيك يا استاذ يوسف؟ طب انا لو اعرف انك اشرف مصدوق في الغردقه كده كنت قلت لي من زمان، ما نبني في الغردقه يا عم، خليه يكلمك على طول. حاضر. ازيكم منورين الشاشه ولكم طلعه جميله كده. ميرسي ميرسي يا يوسف، شكرا ليك. ربنا يخليك. شكرا ليك يا يوسف. بقالي كتير ما شفتكيش الحقيقه. اه صحيح، يمكن خمس ساعات يعني. يوسف كان معايا في البرنامج اللي كنا فيه ظهر خلف خلاف، وزميل لينا في القناه. وهو بس بيعمل البرنامج ده معانا بصراحه يعني كتر خيره، وبيسوق مسافه كبيره كمان عشان يجي لنا يعمل البرنامج، واعداد بياخد منه وقت. بشكرك يا يوسف، الف شكر على مجهودك طبعاً. يعني العفو، دي كنيسه على الهوا زي ما بنقول دايما، كنت كسب كنيسه على الهوا. امين امين. وكل واحد فينا بيبذل جهد ده بياخد بركه، احنا مش بنخسر احنا بنكسب، لا احنا بناخد بركه. أمين. وبعدين جميل قد ايه جميل التواصل بتاعنا مع اهلنا في مصر، ده شيء مفرح جدا. رائع جدا بصراحه يعني، الحلقه كانت رائعه. احنا في كل الحلقات صدقيني يا شيرين، وفي كل البرامج يكون يبقى في تواصل بيننا وبين مصر، لان القناه رساله لمصر ولكل المسيحيين في الشرق الاوسط مش مصر بس. يا ده حقيقي. فده شيء جميل قوي قوي لما نبقى كده كلنا فعلا رعيه واحد، الراعي واحد. امين. ده شيء لذيذ وحلو، وتنوع البرامج، برامج بتتكلم في السياسه، وبرامج بتتكلم في الروحانيات، وبرامج بتتكلم في الترفيه، شيء جميل قوي ويفرح الناس ويعمل فيه تواصل بين الاهل في سواء في المهجر او في مصر. فبحييكم على برنامجكم الجميل. الله يخليك. وسعيد ان انا شفتكم. شكرا. والاجابه ايه؟ جدا يا استاذ يوسف. الاجابه ايه يا يوسف؟ الاجابه لاني مش عارف السؤال، بس انا عارف الاجابه. هو الاجابه القديس استفانوس. وانا مش عارف السؤال كان ايه اساسا، ان انا دخلت وانتوا طبعا السؤال مش مكتوب على الشاشه اساسا. معلش. بس هو حضرت الحلقه من الاول، بس انا عارف الاجابه استفانوس. ماشي كده؟ هو لا احنا ما تعودناش منك. خلاص بقى، ما هو اخر واحد. ما تعودناش منك تغش من الساده المشاهدين يعني. شكرا اخاك البطل يا شيرين. معلش. اشكرك استاذ يوسف. الف شكر يا يوسف. تحياتي لكم، وعلى فكره اشرف الكرافته جميله قوي. ربنا يخليك، دي مش كرافته. رباط عنق. ده حزام. ربنا معاكم و شكرا. جود لك. الله يخليك. شكرا. صدقيني انا حاسس ان انا قاعد في مصر. يعني مش قاعد في كاليفورنيا ولا قاعد في امريكا، لا قاعد في مصر وبنتكلم من القاهره. طب ناخد الاستاذ ماجد. ماجد من مصر. الو مساء الخير. مصر. طب منين؟ القاهره؟ اسكندريه. استاذ ماجد مساء الخير. استاذ ماجد مساء الخير. مساء النور. سلام المسيح معاك. عندكم انتوا صباح الخير دلوقتي. تاريخ استفانوس. مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بيك. عندنا صباح الخير. صباح الفل. معاك ماجد من ارمنت محافظة الاقصر. اهلا بيك الاقصر. يا يا اهلا بيكم. اهلا بيك يا استاذ ماجد، اهلا وسهلا. يعني الاجابه اول شهيد هو استفانوس.
ما عندك اسمه؟ من أرمانتا محافظة الأقصر. اهلا بيك وباهلك محافظه الاقصر كلهم. الشهيد استفانوس. شكرا ليك. شكرا شكرا استاذ ماجد. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير ايه؟ هم لسه هيناموا. هم لسه هيناموا. الصبح عندهم. لسه هيناموا. مش معقوله احنا اللي هننام. معقوله هيفضل صاحي للصبح؟ انت لخبطتيني دلوقتي. هيفضل صاحي للصبح؟ اه لا كمل. هو كده صاحي رايح شغل. قال لك هيشوفنا وينزل بقى الشغل. صحيح. طب ماشي. شكرا استاذ ماجد ربنا معاك. شكرا ليكم يا جماعه بجد. أوكي. بجد الحلقه كانت رائعه بيكم. انا مبسوط قوي يعني. بالحلقه دي بجد ان ما قلتش لا اخبار ولا اي حاجه وانتوا عارفين الاخبار يعني. يعني النائب العام مرسي شاله حطه وهو مش هيقوم والاخوان نزلوا يقول لك لا ما نزلناش انتوا عرفتوا الاخبار وانتهت والحلقه انتهت. واشكرك يا شيرين حقيقي بجد. ما انت تقولي تصبح على خير ولا حقيقي يعني بجد يعني انا مبسوط ان الحلقه جميله. انا حسيت انه قاعد فعلا في مصر بجد مع اهلي في مصر من كل محافظات مصر في اقل من نص ساعه او ساعه. صحيح يعني احبائنا في مصر واللي اتصلوا واللي ما اتصلوش بجد احنا بنحبكم جدا وبنبقى سعداء قوي قوي لما تكلمونا ونسمع صوتكم. تواصلوا معانا احنا بجد محتاجين نسمع صوتكم في القناه علشان نعرف ان انتوا بتشوفونا. ويا ريت تتابعونا دايما دايما في كل برامجنا. نختار بقى الفايز يا اشرف النهارده. اتفضل النهارده. وطبعا اي حد كسبان من مصر من كندا من اي بلد في العالم برضه هنوصل لك الهدية. بس اطلب وهتعرف. واللي عنده طلبة واللي عنده صلاة اللي محتاج اي حاجة اتصل بينا. والايميل برضه بيني وبينكم @csat.tv. واللي كسبان معانا يوسف غالي. يوسف غالي استاذ يوسف غالي. يوسف غالي الف مبروك يا يوسف. يعني انت مش غريب على القناة. كلمنا وقول محتاج او تحب نبعت لك ايه واحنا تحت امرك. أعزائي المشاهدين مع الأسف خلصت الحلقة. ما كناش حابين أبدا أنها تخلص بوجودكم معنا. بشكرك يا أشرف على احتمالك. لا بشكرك شيرين بجد حقيقي. أنا مش عارف دلوقتي هقولك تصبح على خير ولا نهارك لا إحنا سعيد. بالنسبة لنا نصبح على خير. طيب. وأنا أقول للمشاهدين نهاركم سعيد وسلام المسيح معاكم ويحافظ عليكم يا رب. وتكون مصر في إيد أمينة إن شاء الله. ورب المجد يحرسكم ويحافظ عليكم. أنا أشكر كل المشاهدين اللي كلمونا ويبارككم الرب. وآخر موضوع عايز أتكلم فيه وهو اللي عنده وظيفة رجال الأعمال اللي سمعت فيه وظيفة ولا أشغال في أي حتة يا ريت يبعت لنا إيميل عشان نقدر نساعد الإخوة اللي موجودين هنا عشان في وظائف أو بأي حاجة نقدر نساعدهم. يبارك الرب كلكم ويسوع المسيح يحافظ عليكم. وانا بشكر شيرين. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير.